أول حاجة الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من رب العالمين، أتمنى أن نال إعجابكم. إحنا تطرقنا في هذا الكليب مثل ما ذكرت أنه كليب اعتمد أكثر 50% منه كان على التمثيل بحال الستايلات الجديدة، ما بقتش الكليبات بحال الأول أن الواحد بس يبقى يدير اللبسينج ويغني. إحنا حاولنا أن نكون في تمثيل، يكون في قصة، تكون في رتم معين أن نسلسل الأحداث مثل ما بينت أنا في الكليب، والحمد لله أنا أعتقد أنه قدرنا نوصله لهذه النقطة، وصلناها للمشاهدين بطريقة زوينة. هل مازال أعمال جديدة إن شاء الله في الطريق؟ إن شاء الله إن شاء الله كاين أعمال، كاين أعمال إن شاء الله مع فنانين أخرين، وإن شاء الله ربنا يوفق مثل ما يقولوا، الحمد لله على كل حال. هو من جهتي أنا طبعاً أنا ما كنمثلش طبعاً، بس الدنيا كاينة مثل ما أنت كل شيء عارف إن عندها مسلسل جديد، أوكي غينعرض على إم بي سي 5 بطولة، أوكي وإن شاء الله إن شاء الله إنه ينال إحسان الجمهور إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.